كيفتم؟ لاباس بخير، كنتمنى تكونوا بخير في هذا الحجر الصحي اللي احنا فيه كاملين بينا. كنتمنى كاملين نقدروا نغلبوا على هذه الفتره الصعيبه اللي كندوزوا بها، وان شاء الله يكون خير وما بقى ما فات. نحاولوا نزيدوا نقويوا راسنا وان شاء الله يكون غير خير. كما كتشوفوا اليوم غادي نخدم معكم كما سبق لي وريت لكم واحد العبايه. هذه واحد العبايه الثوب ديالها من نوفا في هذه التشكيلات هذوما. قلت انا علاش ما نخدمهاش تبقى بنفس الطريقه ديالها، ما نبدلهاش بزاف الفكره، قلت علاش ما شاركهاش معكم. غادي نخلي نفس الزواقه، ما عملناش شي رشمه اخرى، غنخليها نفسها. غادي نخلي هاد وغادي نخدم كما كتشوفوا سبق لي خدمت هنايا الفكره. غادي نخدم بنفس تقريبا الالوان اللي عندها، غنخدم هاد المربعات اللي كاينه، نبقى ندور على ديك الحواشي ونملهم هاد العقيقات في الوسط. غنخدم غير بهاد العقيقه هذا مع السيده لوين سمارينو، غندخلها شويه هذا داك بيستاج اللي تقريبا بحالي فيها، غندخلها هاد الحجيرات هيدا مات هاد اللوينات هادو. عاد ندخل جوج اللوينات على الالوان اللي عندها هي. هي عندي فيها جوج الالوان فيها هذا وهذا. انا عندي نزيد لها هاد السمرين ونزيد لها هاد الصفار، عجبوني زدتو مع هادو ديال الالوان ديالها، زدتو معاهم جاوني مزيونين. غادي ندخلهم، نبدا معكم الفكره وانتم تشوفوا معايا، من بعد نوريكم اللي نساليها. غادي ندور على العنق بحال اللي غادي نلصق له شي عنق، وانا ما نلصقلوش العنق، انا غنخدمو هدايا ندور غنخدمو بهاد التشكيلات هادوما. هنا كنخدم وحده داخل عقيقة اخرى، كنخلي غير بيناتهم غير مسافة بسيطة. كما كتشوفوا انا غنكمل الدوره، من بعد نوريكم كيفاش انا من دخل ستار الثاني. كما كتشوفوا انا ساليت الدوره، دابا غادي نمشي للصف الثاني، غادي نمشي على هذا الشريطه هذه وغادي ندور الدوره كامله حتى لهنايا. كما كتشوفوا انا كملت الدوره الثانيه دابا، ودخلت عاود في المربع اللي عندي هذا الداخل، غادي ندور فيه عاود كامل حتى نوصل للراس. كما تشوفوا معايا انا وصلت للراس ديال الدوره هادي، دابا غادي نكمل هاد الدوره هادي. دابا فعلت مربع غادي ندوبو هاد الدوره هادي كامله، غندورها بنفس الطريقه بهاد العقيق مع الراس.
كما كتشوفوا دابا انا كملت التشكيل ديالي ها هو كيف كيجي ملي كنوصل هنا كنحرف كندور انا ساليتو كامل دابا غادي نمشي للثانيه غادي نخدم بلاوند العقيق مع السمارينو غنكملها كامله وغنحاول نكملو باش نوريكم ترتيب الالوان من الداخل غادي نعمل العقيقات اللي اخترت كما كتشوفوا انا ساليت دورات العام كامل كنتمنى تكون عجبتكم الفكره دخلت الالوان اللي كنت قلت لكم عندها خالص في فر عندها خالص زريره قدايا واللي بغى يزيد يطول لها في العنق يطول اللي بغى يخليها غير هيدا غير دوره صغيره يخليها فكره سهله وبسيطه لكن حلوه الفكره جات مبدله نتمنى تكون عجبتكم شكرا والحصة أخرى أفكار أخرى إن شاء الله.